لن نترك مرة أخرى وطننا وشعبنا ودولتنا لقمة بيد هؤلاء العابثين المجرمين. حينما تجوع الشعب، حينما لا يجد الدواء ولا يجد الحليب ولا يجد المواد الأساسية، هؤلاء هم في عداد المجرمين، ارتكبوا الجرائم وما زالوا يريدون ارتكاب جرائم أخرى، ونعلم ما يخططون له، ولكن الشعب يعلم أن آخر ورقات التوت سقطت عنهم منذ أعوام، يعلم جيدا هؤلاء الذين عبثوا بمقدرات الشعب، وهؤلاء الذين كانوا خصماء وما بالعهد من قدم في سنة 2013 و2000 كانوا في الظاهر خصماء وصاروا اليوم حلفاء، لأنهم في الواقع من نفس المنظومة، تقاسموا الأدوار ويتقاسمونها اليوم، لأن الدولة بالنسبة إليهم غنيمة ومقدرات الشعب عندهم غنيمة. وسيعلم هؤلاء إن شاء الله قريبا أي منقلب ينقلبون. أريد أن أطمئن التونسيين والتونسيات بأننا على العهد باقون، وسنواصل وسنستمر وسننتصر، ولا عودة إلى الوراء إطلاقا. إذن فيما يؤكد سعيد، لا عودة للوراء، أو لا عودة للوراء، لا تزال المعارضة متشبثة بفرض عودة الديمقراطية ومسيرات منتظرة. في جزءنا الثاني في هذه الحلقة المباشرة كانت معنا شيماء عيسى في الجزء الأول، ويلتحق بنا الأصل السيد عادل الناجري نائب رئيس جمعية الضحايا من جنيف، ودكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية واشنطن. سيد عادل، مساء النور. مساء الخيرات أستاذ حسين. أهلا وسهلا دكتور رضوان مرة أخرى، خلينا نحاول. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة. لست أدري إن كان الآن الصوت جيد. طيب الصوت الآن تمام، نرجع لك دكتور رضوان. إذن الصورة مشوشة، معارضة مبادرات سياسية، تشوف الوضع الاقتصادي اليوم 10.1 نسبة تضخم، رقم قياسي. قبل بيومين ثلاثة أيام البنك المركزي حدد مرة أخرى الفائدة المديرية ب 8%، وعندنا بيان اللجنة الدولية للحقوقيين اللي قالت ان استخدام الاجراءات القضائية الجنائية كذريعة للملاحقة القضائية يجب ان توقف. يعني انا في اعتقادي ان الصورة ما زالت مشوشة، ولكن بدأت تتضح شيئا فشيئا، لانه يعني مشروع قيس سعيد الانقلابي في اعتقادي انتهى. يعني أكل الضربة القاضية يوم 17 ديسمبر الماضي، حين رفض الشعب التونسي بأغلبية لا تقل عن 90% من الناخبين، بل في الواقع هي أكثر من 90، قد تصل إلى 95 أو 97% من الناخبين، رفضوا الانخراط في الانتخابات، واللي هي معناها المفروض أن تنتج برلمان جديد يعتمد عليه. وكانت الهيئة المنصبة اعتبرت أنه 12% تقريبا هي النسبة. نعم نعم، هي قالت 8.8 وبعد طلعت إلى 11%. حتى لو افترضنا أنه 11% هذه أضعف نسبة في تاريخ العالم، مش في تاريخ تونس. يعني لم يحدث أبدا أنه في انتخابات في أي مكان في العالم تكون بحوالي 10 أو 11%. وهي أغلب الملاحظين والمراقبين
قالوا أنها أقل من ذلك بكثير، وهناك صور يعني لم يكن هناك في أغلب الأماكن الاقتراع أكثر من شخص أو شخصين، يعني حضور ضعيف. نعم حضور كان ضعيف جدا وهزيل جدا، يعني هو رفض في الحقيقة لمشروع قيس سعيد، لمنظومة قيس سعيد التي يريد ترسيخها، وهي معناها هلامية وغامضة، والآن أصبحت يعني مرفوضة وغير مقبولة لدى الشعب التونسي. هذا مهم جدا، يعني الآن قيس سعيد يتخبط، الآن عرف أن مشروعه ومشروع هذا المنظومة الجديدة التي يريد أن يفرضها فرضا على الشعب التونسي، هذا المشروع انتهى. فأمامه حلين، إما أن يتراجع عن هذا المشروع ويعود إلى رشده ويعود إلى احترام الدستور الذي انتخبناه. نعم. على أساس هذا الدستور، دستور 2014 الذي اتفق عليه 93% من الشعب التونسي عن طريق نوابهم المنتخبين في المجلس الوطني التأسيسي، إما أن يتراجع قليلا، ولكن مع الأسف نحن نعلم جيدا أن قيس سعيد غير قادر أن يتراجع، هو غير قادر أن يستمع إلى أصوات مخالفة له، هذه المشكلة الرئيسية. قيس سعيد لا يقبل أن يستمع إلى أي رأي مخالف، كل من بجانبه، كل من خالطه، كل من تحدث معه سواء من التونسيين أو من الأجانب. نعم. لاحظوا أنه غير قادر أن يستمع، لا يستمع إلى رأي مخالف، هذه هي مصيبتنا في تونس. نعم. لو كان قابل أن يستمع لأقنعه الشعب التونسي بمختلف مؤسساته وأشخاصه وأحزابه ومنظماته، والآن حتى من الاتحاد العام التونسي للشغل. سنعود على هذه المبادرات وجملة المقترحات السياسية.